رزق تاني. ليهم معاش 1200 جنيه، ال 1200 جنيه يعملوا ايه؟ ادفع ايجار 700 جنيه ولا اجيب بامبرز ولا اجيب علاج ولا اجيب اكل ولا اجيب شرب ولا ادفع الديون اللي عليا ولا ادفع الوصولات اللي عليا ولا اعمل ايه ولا اعمل ايه ولا اعمل ايه؟ احنا وصلنا مرحلة الموت، يا تعيش يا تموت. احنا كده بمرحلة الموت بالنسبة لنا جاية حاجة حاجة. طب ليه؟ ايه الغلط اللي احنا عملناه؟ ايه الذنب اللي احنا عملناه؟ عشان غلابة؟ ذنبنا نصفي، انا اللي بغير لها البامبرز، انا اللي باكلها، انا اللي بشربها، انا اللي بلبسها، انا اللي بحميها. انا وصلت معاهم لمرحله اللي انا ما اناش عارف اعمل ايه ولا ايه. انا قرايبي اتخلوا عني، سابوني، قعدوا معايا 25 يوم ما كملوش معايا. انا اللي بعمل كل حاجه، انا اللي باكل، انا اللي بشرب، انا اللي بمسح، انا اللي بغسل، انا اللي بنشر، انا اللي بروح السوق. انا وصلت لمرحله اللي انا انفصلت من شغلي بسبب اللي انا فيه. قضينا احنا الثلاثه العيد نفس القصه، كان بيديك نص كيلو لحمه كده، هقول له ايه؟ باخده وامشي، ما فيش. اما احب بفتح نت عشان اكلم الناس اللي انا محتاج، والناس ما كانتش بتصدقني ان هي بتقول لي ما فيش بني ادم بيعمل اللي انت بتقوله ده. كنت ببيع ازازه زيت من التموين او كيس سكر عشان اجيب كارت شحن نت عشان اعرف افتح نت. بكلم شيخ لقيته بيقول لي ايه؟ هو في حد بيعمل اللي انت بتقول عليه ده؟ انا هكدب ليه؟ وانا هتاجر بام واختي؟ ضمي، مفيش بعد الام والاخت حاجه. الزوجه تتعوض، الاولاد يتعوضوا، الام ما تتعوضش. انا قاعد في ايجار ما بعرفش عارف ادفعه، مكسور عليا. نفسي في شقه لوالدتي، نفسي في شقه لوالدتي، نفسي في شقه لوالدتي واختي. وشلل نصفي، النص الشمال ده كله ما بيتحركش، النص الشمال ده كله ما بتحركش. البق كان معوج من علاج، البق بدا يتعدل سنه. طب اعمل ايه؟ طب اختك؟ اختي عندها كعوب رجليها، عايز اتصور كعوب رجليها لوحدها من هنا بتتاكل لوحدها. ادي رجل اختي، ادي رجل اختي. ده يرضي مين اللي احنا فيه؟ هيسونا. احنا وصلنا لمرحله ربنا العالم بينا. انا نفسي اقول لك اختي وشوف انا بقومها ازاي. بص اول عشان تعرف انا بقومها ازاي وبشيلها ازاي. اختي ما بتقومش، لازم انا اقومها عشان اشيلها. اقومها ازاي؟ قول لي اقومها ازاي؟ اشيلها ازاي؟ كل يوم اشيلها من على السرير اوديها الحمام، واجيبها من الحمام اوديها الاوضه، اخلصها اخش على امي اغير البامبرز ادي لها علاج. انا في كرب شديد، انا في كرب شديد قوي قوي قوي. بطل من ربنا يقف جنبي وظن في ربنا كبير، لان انا ما اناش وحش. انا ليا ساعه كل يوم ورد، تسابيح، استغفار، ركعتين قضاء حاجة، شفح، وتر، ركعتين قيام ليل. ما تلزمنيش يا فندم، بس بناتي انا اعرف اشوف. اعمارهم ايه بنات؟ 8 سنين وست سنين. انا ما حضرتش بنتي وهي داخلة اولى ابتدائي، ما حضرتش بنتي وهي لابسة وداخلة اولى ابتدائي، ما بشوفش بناتي وهي بتكبر قدامي. انت لو ابنك ما بتشوفيش يومين ومراتك واخداها عند مثلا اختها ولا عند ستها ولا عند امها، ما بتشوفيش يوم ولا اتنين ابنك بتكون هتتجن عليه. انا 13 شهر و10 ايام بناشد اصحاب الكروب اللي عارفه يعني ايه جبر الخواطر، بناشد اصحاب الكروب اللي عارفه يعني ايه فك كربة مسلم. احنا مش كل حاجه وغير كل حاجه في البيت، اهم حاجه بس الناس اللي عليه من اللي عليه، عشان احنا هنبهدل غيره. المفروض يعني لو الناس حد يغضبه خلاص اللي عليه كله. لو اتمسك احنا نروح في ده، احنا عشان نمشي ازاي غيره؟ هو اللي عليه كل عمره كله في حاجه. عشان دخل الحمام صار لامه ويجي يعمل اكل من الشرب في السوق. بطلنا الصبح يغدينا وطلب مننا وطلب من ايجار ومن ده ومن ده. كنا تجديد عدد من الكنيسيات، كنا تجديد عدد من جسم الزياده. اجيب منين؟ اجيب منين؟ يا رب ما بقولش حاجه. انا نفسي ان ربنا يقف جنبي، نفسي ان انا استره، مش عايز حاجه من الدنيا تاني. نفسي استره، نفسي اخليهم مبسوطين، نفسي اخليهم اللي هم يوصلوا مرحلة كويسة. رجل أمي ديت أنا أبص كده، أبص رجل أمي، أبص رجل أمي، أبص رجل أختي. أنا نفسي أستره، نفسي أستره، نفسي أخليهم مبسوطين، نفسي ما أخليهمش محتاجين حاجة، نفسي أشوف ولادي. أنا 13 شهر ما شفتش ولادي.